السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بهذا الجامع الكريم في هذه الجلسة المخصصة للحديث عن ملف التعليم العالي والجامعي في سوريا ضمن مؤتمر أفاق تنمية سوريا. أشكر لكم هذا الحضور المبارك، ونشير إلى ما نعرفه جميعا عن المأساة التي حلت بهذا البلد منذ 6 سنوات ونيف، ووصل الدمار إلى كافة قطاعات الحياة وكافة مناحي الحياة تقريبا في هذا البلد، وفي القلب منها قطاع التعليم كما يعرف الجميع. ولما كانت هذه الثورة قد انطلقت شرارتها بأيدي الطلاب أساسا، طلاب المدارس وطلاب الجامعات، فقد أصبحت المدارس والجامعات في قائمة أهداف النظام السوري. تعرضت المدارس والجامعات للقصف المتكرر من قبل طائرات النظام، حلت كارثة ضخمة هائلة بهذا القطاع تحتاج إلى جهد دؤوب لترميمها. فمما ترتب على هذا الأمر أن فقد الشباب السوري فرص الدراسة الجامعية، صار يعيش أجواء قاسية، يعاني أخطارا عديدة قد تؤدي إلى إنتاج جيل ضائع بسبب تلك المعاناة المستمرة منذ 6 سنوات، نتيجة إخراجهم من بيوتهم، حرمانهم من فرصة التخطيط لمستقبلهم وتحطيم آمالهم. ولا شك أن خيبة الأمل هذه سيكون لها انعكاسات خطيرة على وضع الشباب السوري في المستقبل. إذا أردنا أن نكون أكثر تحديداً، نشير إلى تراجع مستوى التعليم العالي في الجامعات السورية بفعل الحرب، خصوصاً في المناطق التي شهدت معارك مثل إدلب وحلب ودير الزور والراقة وحمص، في ظل هجرة عدد كبير من الأساتذة، اقتصار التعليم الجامعي في كثير من الأحيان على طلاب الماجستير، طلاب الدراسات العليا، على المعيدين فقط وليس أكثر. هاجر كثير بطبيعة الحال، هاجر كثير من الأساتذة، فروا من هذه الأوضاع البالغة الصعوبة. كان في الحقيقة للطلاب السوريين النصيب الوافر من العراقيل التي وضعت أمام تطورهم التعليمي والمستقبلي. على سبيل المثال، تعطلت البرامج التعليمية في كثير من هذه الجامعات نظراً لعدم توافر الشروط والحدود الدنيا من المقومات التي تقوم عليها العملية التعليمية في تلك المؤسسات. انقطاع تام للكهرباء في كثير من الأحيان، انقطاع المقومات الأساسية مثل المياه، الطرق المؤدية لهذه المؤسسات التعليمية، كل هذا شكل عوائق كثيرة أمام الطلاب. إن إقصاء جيل كامل من الطلاب الجامعيين السوريين وإبعادهم عن موقعهم في منابر العلم والفكر والأدب يهدد مستقبل البلاد في المستقبل القريب والبعيد. وتطوير الجامعات السورية والارتقاء بالبحث العلمي يحتاج إلى جهد جاد وحقيقي وواقعي يعكس رغبة حقيقية في تطوير هذا القطاع، وقد يكون من المفيد الاعتماد في هذا المقام على تجارب دولية سبقت وتميزت وارتقت للمستوى العالمي. جلستنا هذه تحمل عنوان التعليم العالي والجامعي، تتناول في النقاش مجموعة من المحاور نلخصها فيما يلي: آليات استقطاب الكفاءات التعليمية، الاعتراف الدولي بالشهادات الجامعية السورية، سبل الدعم المالي والفني للجامعات، إمكانية التوسع في إنشاء الجامعات والمعاهد العليا داخل سوريا، آليات تشغيل الخريجين بعد استكمال التعليم الجامعي. ونستضيف في هذه الجلسة كلا من السيد مصطفى الجزار. يعني تعريف بسيط بالدكتور مصطفى الجزار، وولد في لبنان عام 1964، حاصل على دكتوراه في الرياضيات من فرنسا عام 1991، ودبلوم تأهيل لشغل منصب أستاذ في قسم الرياضيات والرياضيات التطبيقية، وأستاذ دكتور في الجامعة اللبنانية قسم الرياضيات، وهو نائب الرئيس الحالي للجمعية اللبنانية لدعم البحث العلمية. تفضل مشكورا الدكتور مصطفى. شكرا لك دكتور. الدكتور أحمد أخي رقجة ولد في تركيا عام 1950، وتخرج من جامعة اسطنبول كلية الأداب قسم التاريخ، وتخرج من كلية أصول الدين من جامعة مرمرة، رئيس الجمعية الأكاديمية للبحوث الإسلامية واللغات، ورئيس جامعة مردين أرطقلو الحكومية عام 2014. دكتور أحمد أياراقجة يتفضل مشكورا.
مرحبا يا دكتور. الدكتور أوزغور كافاك حاصل على شهادة الماجستير في الحقوق الإسلامية عام 2002، ونال شهادة الدكتوراه في المجال ذاته من كلية العلوم الاجتماعية عام 2009، ودكتور مساعد في كلية العلوم الإسلامية وعضو هيئة التدريس في جامعة اسطنبول شهير الوقفية في اسطنبول. دكتور أوزغور تفضل. يبدو أن الدكتور أوزغور متأخر قليلا، حالما يصل يعني نرحب بالدكتور عبد القادر الشيخ، وهو من مواليد محافظة إدلب عام 1966، تخرج في كلية الحقوق جامعة حلب عام 88، ونال الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 99، وهو رئيس جامعة حلب الحرة. دكتور عبد القادر تفضل، مرحبا بك. وأخيرا السيد عزام الخنجي، يعني مواليد سوريا عام 1966، وهو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية ورئيس مجلس الأمناء لمؤسسة تعليم بلا حدود مداد. دكتور عزام الخنجي مرحبا بكم جميعا، وسنباشر أعمال هذه الجلسة بحوار مع الدكتور مصطفى الجزار. مرحبا دكتور مصطفى، هل هناك تقديرات أو إحصاءات لأعداد طلبة الماجستير والدكتوراه في المسجلين في الجامعات السورية الذين اضطروا إلى مغادرة مقاعد الدراسة؟ للأسف لا يوجد إحصاءات من هذا النوع. الإحصاءات الوحيدة المتوفرة لدي هي في لبنان، ولكن إذا سمحت لي أقدم هذا من خلال العرض اللي محضره. سمحت ممكن العرض برزنتيشن لو سمحت. وبصفة عامة من الممكن إلقاء الضوء على مدى التدهور والضرر الذي لحق بالعملية التعليمية الجامعية في سوريا من يعني في خلال السنوات الأخيرة؟ شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. ربما من حظي أن أكون أول المقدمين في هذه الحلقة، حيث حضرت لمجموعة من الأرقام والإحصائيات هي أمامكم على الشاشة. حالياً يعني هذه الأرقام هي اليوم صباحاً حسب المفوضية العليا للنازحين لشؤون النازحين، عندنا تقريباً 6.5 مليون داخل الأراضي السورية، وتقريباً 5 ملايين سوري نازح في دول أو مهجر في دول الجوار، موزعين كما نعلم تقريباً 3 ملايين داخل تركيا، 1 مليون داخل لبنان، 650 ألف في الأردن والعراق ومصر كذلك. نصف النازحين هم دون سن 18، يعني في سن الدراسة الإعدادية. نسب من هم بالمرحلة الجامعية حوالي 10%. هناك أي 500,000 شاب وصبية بعمر المرحلة الجامعية بدول الجوار، وحوالي 650 ألف شاب وصبية في الداخل السوري. 210 ألف منهم بالمناطق المحررة، أعني بعمر المرحلة الجامعية العمر 18-24، هذا المتعارف عليه دولياً. من هم فعلاً بالجامعات؟ يعني لنقدر حجم الكارثة، كارثة كبرى على نطاق التعليم الجامعي، أمامنا يعني هذا الشارت. من 650 ألف موجود، 169 ألف المفترض الالتحاق بالجامعات بالداخل السوري، ليس لدينا أي تقدير عن من هم في الجامعات، اللهم إلا إذا احتسبنا حلب المحررة والجامعة الأخرى اللي هم ما لا يزيد عن 4,000، 4,000 من أصل 169 ألف. تم احتساب الأرقام، 169 ألف يعني المفترض اللحاق بالجامعات إن كانت بالمناطق المحررة أو بدول الجوار، بناء لآخر إحصائية لعام 2011 يعني ما قبل اندلاع الأزمة، كان عدد الملتحقين بالجامعات 26% ممن هم بالمرحلة الجامعية. لاحظوا معي، في دول الجوار يعني تركيا زائد لبنان
زائد الأردن زائد العراق زائد مصر عندنا 14,850 طالب فقط. يا سادة يا كرام، إحنا ما دون 3%، وفي الداخل السوري ما دون 1.5%، عوضا أن يكون 26%. نحن أمام كارثة كبرى، يعني أجيال كاملة ستجهل بشكل كبير. بالنسبة للبنان عندنا 100,000 بالعمر الجامعي، فقط 5,500. وجدير بالذكر الآن أنه أنا أتابع هذه الأرقام، حالياً أنا أشغل منصب مستشار وزير المهجرين في لبنان، مستشار التعليم، فلدي الأرقام من الوزارة. منذ عامين كان هناك 12,500 طالب سوري مسجل، العام الماضي كان 6,500 وهذا العام 5,500. الرقم ينحدر بالرغم من وجود مؤسسات مانحة. السبب هي في الرقم الأخير، هناك فقط 501 طالب سوري متوقع أن يحصل على شهادة الثانوية العامة هذا العام، من أصل نصف مليون سوري ما دون 18، من أصل يعني ما لا يقل عن 25,000 شاب بعمر الحصول على الثانوية العامة. طبعا يعني هذا ينذر، إذا كنا الآن ب3% قريبا جدا حنصبح 1% ونصف في المئة في لبنان، فالوضع جدا كارثي. الأمر يستدعي التفكير بطريقة غير تقليدية. الحلول التقليدية لا تجدي، جمع الأموال على أهميته لا يجدي، تخصيص المخصصات والمنح لإلحاقهم بالجامعات على أهميتها لا يجدي. نحن لدينا في الجمعية هذا العام 497 ممنوح، حوالي 500 طالب ممنوح. أصبحنا نحن نفكر أي اختصاصات يجب أن نضع بهم الطلاب. إذا تترك الطالب على رياحته ينتقي أسهل الاختصاصات واللي هي بعيدة جدا عن سوق العمل. يعني ربط محاور جلسات البارحة واليوم التعليم المهني، يجب التفكير بالتعليم الجامعي وربطه مباشرة بسوق العمل. لازم نطلع من الطريقة التقليدية. لو سمحت أنا عندي فيلم دقيقتين أعرضه عليكم وأكمل دقيقة بعدها لو سمحت. الفيلم لو سمحت. The movie please. نظرتنا بجوز على التعليم، فلسفة التعليم كانت مختلفة، فلسفة قديمة تلقينية. طبعا من خلال أول ما بدأنا فورا بلشت تظهر معنا الفارق، إنه بالفعل الدنيا تطورت والتعليم تطور. نحن حوالي 40 طالب استفدنا من هاي المنحة بشكل كبير كتير. طبعا في شق نظري وفي شق عملي، في عنا شيء نحن عم ناخده بالجامعة عم نطلع نتعلمه ونحضر له، إضافة للي عم نتعلمه عم نرجع نطبقه بالواقع اللي نحن عايشين فيه. في مادة للطفل السوري مهمة جدا، هي تصميم منهاج بناسب الوضع الحالي للطفل. لأنه أنا صار عندي هوة كبيرة، في أطفال راح عليهم تعليم، عندي منهاج لبنان، بس هذا المنهاج اللبناني ما عم يمشي مع الطفل السوري لعدة أسباب. السبب الأول ممكن نعتبره الفترة الطويلة اللي انقطع فيها عن التعليم، فصار أنا بدي انتقي من المنهاج أو ضيف عن المنهاج أو عدل بالمنهاج لا يقدر خليه على مستوى الطالب. هل تحبين سوريا التي جمعتك مع والدتك؟ نعم. أحسنتي، سنعود إن شاء الله ونبني سوريا بالعلم. أحسنتي. المنحة عم تفيد جيلي، الجيل الكبار اللي نحن هو نحن بنمثل الجيل الكبار، وجيل الصغار يلي نحن عم نعلمهم، هدول الأطفال اللي مستفيدين من منحة التيتشينج دبلوما، عم يعلموا حوالي 800 طالب. نحن إذا وسعنا هاي الشريحة فأكيد رح نعلم أكثر. 5 × 2 = 10. صح نحن بحاجة بناء خيمة، لكن الأهم نحن نبني الإنسان اللي رح يعيش بهالخيمة، لأنه هذا الإنسان مستقبلاً رح يرجع يبني سوريا إن شاء الله.
بهذا الفيلم أحببت أن أسلط الضوء على مبادرة قمنا بها، يعني لا يكفي أن تعطي فرصة للطالب ليحصل دراسة جامعية، إذا ما ربطته بسوق العمل عبثا نحاول، والربط بسوق العمل يجب أن نبحث بسلم الأولويات ما هي أهم الأولويات التي لدينا. في هذا المثال احنا ركزنا على التعليم للسوريين، نصف النازحين والمهجرين في دول الجوار هم دون سن 18، يعني في أحسن حالاتهم في هذه الدول نصف الأولاد يدخلون إلى المدارس، ولن نتكلم عن نسب التسرب. من يدرس هؤلاء الأولاد؟ وجدنا أن أفضل شيء أن أحضر من ضمن السوريين مدرسين لحتى يدرسوا الأولاد السوريين. طيب كيف بديهم يدرسوا؟ طريقة النمطية التقليدية القاتلة للإبداع اللي تخرج ناس يعني سلبيين؟ ولا لازم أحضرهم لحتى يصيروا أساتذة بمناهج وطرق جديدة وحديثة؟ دكتور مصطفى، عذرا على المقاطعة، فقط حتى نركز على مسألة التعليم الجامعي والتعليم العالي. لا نعم. تطرق، لأنه بطبيعة الحال التعليم دون التعليم العالي والجامعي أكيد هذا المؤتمر غطى هذه الجوانب في جلساته السابقة، لكن مسألة التعليم العالي والجامعي هناك أزمة تتمثل في الأوراق الثبوتية. كيف يمكن تسجيل الطلاب الملتحقين بالماجستير والدكتوراه في ظل هذه الأزمة في لبنان على الأقل؟ نعم. هلا بالنسبة للمشاكل اللي تعترض الطالب الجامعي، يجب كذلك الأمر البحث عن طرق إبداعية. يعني احنا مثلا في لبنان وصلنا لاتفاق مع الحكومة، يعني الطالب لازم يكون عنده أوراقه الثبوتية، الإقامة، حتى يحصل الإقامة لازم يكون عنده تسجيل بالجامعة، ليسجل بالجامعة لازم يكون عنده إثبات دراسته السابقة، ففي حلقة مفرغة فكان يجب كسرها. كسرناها بالاتفاق مع الجامعات، تعطيهم ورقة قبول على أساسها يحصل إقامة، على أساسها يثبت أوراقه فيدخل إلى الجامعة. غير ذلك إذا ما عندك أوراق تثبت دراستك السابقة لا يمكن الالتحاق. ونحن بإزاء أوضاع غير عادية، تماما، لابد لها من حلول غير عادية. تماما. فالحلول المطروحة التي يجب أن نلجأ إليها هي بالتعاون بين الأطراف المتعلقة، يعني بالتعليم الجامعي، بين الإقامة والجامعة والمعادلات. يجب أن تكسر هذه الحلقة من مكان معين، فإحنا كسرناها في لبنان، يعني أصبح الجامعة تعطيك ورقة أنك أنت مسجل لديها، على أساسها تحصل الإقامة، على أساسها تعادل شهادتك فتعود إلى الجامعة وتلتحق بالدراسة. طيب التعليم الرقمي، هل هناك فرصة لمسألة التسجيل في برامج ماجستير ودكتوراه عن طريق الإنترنت؟ التعليم عن بعد، ليس بالضرورة الحضور الفيزيائي والجسدي للطالب في الجامعة الفلانية حتى ينال شهادة منها، يعني هذا الأمر تجاوزه الزمن. نعم. هل هناك فرصة لبلورة أو لتطوير هذه الآلية؟ المشكلة سيدي العزيز في البلدان العربية هي مشكلة في الريجوليشنز، يعني في نظم والآليات التي تحكم العملية التعليمية. في كل الدول العربية غير مقبول التعليم عن بعد، يجب أن يكون blended learning، يعني كل الدول تطلب ما لا يقل عن 50% من الدراسة أن يكون مشاهدة، وتقبل 50% أن تكون عن بعد. فإحنا كذلك بدأنا الأمر في لبنان وتخطينا هذه. هناك مبادرات من مؤسسات تابعة إما للأمم المتحدة أو مبادرات أخرى، فقبلت الوزارة على شرط أن يكون هناك شراكات مع جامعات محلية، ولكن على مبدأ 50% حضور جسدي مشاهدي و 50% أونلاين. أشكرك شكرا جزيلا على هذا العرض الوافي. الله يخليك. الآن مع الدكتور عبد القادر الشيخ، والمحور الثاني مسألة الاعتراف بالشهادات التي يحصل عليها السوريون من الجامعات. ما المشكلة أو ما أبرز العقبات التي تحول دون الاعتراف بالشهادات السورية؟ طب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قبل أن أجيب عن الاعتراف بالشهادات لابد أن أرسم الخطوط العريضة بوصف رئيسا لجامعة حلب في المناطق المحررة. أرسم الخطوط العريضة لهذه الجامعة، جامعة حلب في المناطق المحررة، واسمح لي بإيجاز وبإيجاز شديد الميكروفون، بإيجاز شديد، جامعة حلب في المناطق المحررة مؤسسة تعليمية رسمية، تعليمية تعنى بالتعليم الجامعي وبالدراسات العليا،
رسمية بمعنى أنها تتبع من الناحية الإدارية لوزارة التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة. مزيد للإيضاح أكثر، جامعة حلب في المناطق المحررة توزعت جغرافياً على 4 مناطق: الشمال ريفي حلب وإدلب، الوسط ريف حمص، الجنوب ريف دمشق، أقصى الجنوب درعا. كان الهدف من إنشاء الجامعة في العام الدراسي 2015-2016، الهدف الأول إنشاء هذه الجامعة أولاً الاستقلال بالقرار العلمي، الاستقلال بالقرار العلمي بمعنى أنه إذا كان القرار السياسي غير موجود، إذا كان القرار الاقتصادي غير موجود، فعلى الأقل أن أستقل علمياً بقراري. فكانت من هنا فكرة إنشاء الجامعة. كذلك هناك العديد والألاف من الطلاب الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة في ظل الثورة السورية ولم يتمكنوا من الالتحاق في الجامعة، وبالتالي لابد من إيجاد آلية معينة لإدخالهم إلى الجامعة، فأنشئت جامعة حلب. بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الطلاب، بل الآلاف من الطلاب المنقطعين الذين تركوا الجامعة بحكم ملاحقات النظام، إجرام النظام، تهجير النظام، كان لابد كذلك من استيعابهم في إطار الجامعة. هناك العديد من طلبة الدراسات العليا كذلك انقطعوا، كان لابد من استيعابهم في إطار الجامعة. هناك المئات من الأكاديميين انقطعوا بحكم الملاحقات الأمنية، انقطعوا عن الجامعة، كان لابد من استيعابهم. لكن الدكتور مصطفى تحدث عن نسبة ضئيلة جدا ممن تم استيعابهم، تكاد لا تمثل 3%. هذا فعلا. هل هناك فعلا فرصة للتوسع بالنسبة لجامعة حلب الحرة؟ أستاذ محمود، الرقم بالتحديد هو 4,000 طالب، ولكن نحن في العام الثاني للجامعة، وبالتالي 4,000 طالب هي لا تشكل حقيقة، لا تشكل رقما كبيرا، ولكن بداية صحيحة وفي إطارها الصحيح. 4,000 طالب في السنة الأولى وفي السنة الثانية فقط، بمعنى أن هذا الرقم إذا ترجمناه إلى السنة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة في بعض الكليات التي تحتمل سنة خامسة وسادسة، يمكن أن يكون 6,000 أو 7,000، بمعنى أنني في هذا حتى هذا العام استقبلت 4,000 طالب. ليس هذا فحسب، قررنا دورة استثنائية للطلاب في السنوات الأخيرة، أولئك الذين انقطعوا في السنوات الأخيرة عن دراستهم ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة، لم يتمكنوا من التخرج، قررنا لهم دورة امتحانية استثنائية بحيث يمكن التعاطي معهم امتحانيا، وهذه الدورة قريبة وقريبة جدا، طلاب السنوات الأخيرة، بحيث يمكن أن يتقدموا للدورة الامتحانية، وفي حال نجحوا في كافة المواد التي رسبوا فيها يمكن أن يمنحوا شهادة. بقيت نقطة مهمة، مسألة الاعتراف بهذه الشهادة. يعني ليس لا يكفي أن تكون خريج كلية ما، أو لابد أن يعترف بك الناس. هذا صحيح. تواصلات حساسة في هذا الموضوع، التواصلات مع مجلس التعليم العالي التركي اليوك، وقد وعدنا بأن يكون هناك اعتراف بالشهادة الصادرة عن جامعة حلب في المناطق المحررة. هناك عدة جامعات في الوطن، عدة جامعات عربية تواصلنا معها وتواصلت معنا ولديها الاستعداد إن شاء الله للاعتراف بهذه الشهادة. هناك عدة جامعات في القارة الأوروبية تواصلوا معنا وتواصلنا معهم من أجل الاعتراف بهذه الشهادة. تمام. الذي يحول دون ذلك أو الإسراع في هذه العملية، صعوبات تقنية فنية أم مسائل سياسية بحتة؟ أعتقد أنها مزيج، وفي الأعم الأغلب أنها مسائل سياسية، وأعتقد أن المسائل السياسية الزمن كفيل بحلها. يعني أنا حالياً الطلاب الموجودين لدي هم طلاب سنة ثانية، أعتقد ما أن يصلوا إلى السنة الثالثة والرابعة، أعتقد أن موضوع الاعتراف بالشهادة العلمية سوف يحل يقيناً، ومجلس التعليم العالي التركي وعدنا بشكل صريح بالاعتراف بجامعة حلب في المناطق المحررة. كمان هل هناك منظمات إقليمية أو دولية تمد لكم يد العون للضغط أو للتفاوض مع بعض الجهات للاعتراف بهذه الشهادات؟ جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر؟ أبداً لا أعتقد ذلك، أعتقد أنهم غير قادرين على ذلك، لأنهم لم يستطيعوا أن يحققوا للشعب السوري أي مكسب حتى لو كان سياسياً. ولكن نحن بجهودنا الخاصة إن شاء الله سوف نسعى عن طريق الاتفاقيات التوأمة، عن طريق التشاركيات، عن طريق التعاون العلمي والثقافي والتبادل العلمي والثقافي، سوف نسعى إلى الاعتراف إن شاء الله. هل هناك تجارب
لدول مرت بمحنة مثيلة، لن نقول مثيلة لكن متقاربة مع محنة الشعب السوري هذه، تجاوزت هذه المعضلة؟ أعتقد كانت تجربة وكانت نصب أعيننا لحظة إنشاء جامعة حلب في المناطق المحررة عام 2015، ألا وهي جامعة النجاح في فلسطين ذات النشأة. انطلقوا لا أقول من العدم، ولكن انطلقوا من أرضية ضحلة جدا، وكذلك نحن انطلقنا وصرنا في الاتجاه الصحيح. ولو زرتم جامعة حلب في المناطق المحررة لقررتم يقينا بأن جامعة حلب في المناطق المحررة تحقق قواعد الحد الأدنى المعمول بها في الجامعات العربية والأجنبية، تحقق قواعد الحد الأدنى المعمول بها في الجامعات العربية والأجنبية، نهي عن قضية الاعتراف التي ستحصل إن شاء الله. هو المسألة ليست تشكيك في جودة التعليم أو العملية التعليمية التي تقدمونها، لأن النظر لواقع التعليم الجامعي في العالم العربي في أغلب بلدان العالم العربي ربما لا يحقق هذه القواعد الدنيا التي تتحدث عنها. ربما جامعاتكم تحقق أكثر بكثير من هذه القواعد الدنيا، لكن المسألة مسألة اعتراف. هذا صحيح. هذا الموضوع كان موضوع نقاش، وكان رأيي الخاص في مجلس التعليم العالي أنني أعد طالبي للداخل. هذا ما توصلنا إليه، نحن نسعى نحو الاعتراف بهذه الشهادة، ولكن أنا أعد طالبي للداخل ولا أريد لطالبي أن يخرج إلى الخارج. نعم، من حقه أن يكون لديه الاعتراف بالشهادة، ونحن نسعى في هذا الاتجاه ونسعى حثيثين في هذا الاتجاه، ولكن في نهاية المطاف أنا لا أريد لخريجي أن يخرج خارج الأراضي السورية. أنا أريد أن أعيد الإعمار، وأعدت الإعمار باستعادة القرار العلمي بإنشاء الجامعة، وبالتالي أنا أريد أن أحقق تنمية من خلال الطلبة الخريجين من جامعة حلب في المناطق المحررة. هذا هو الرأي. شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر الشيخ. الآن المحور الثالث بعنوان سبل الدعم المالي والفني للجامعات مع سعادة الدكتور أحمد أغيا رقجة. دكتور أحمد، في ظل الدمار الهائل والخراب الذي استهدف كثيرا من مؤسسات التعليم العالي والجامعي في سوريا، هل هناك من تقدير للكلفة المالية التي تحتاجها هذه المؤسسات للنهوض مجددا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أريد أعرف الحال للطلاب الجامعيين في تركيا، للسوريين، ما حال، كيف حالهم، يعني من الدعم المالي أو من الدعم الآخر. يعني أولا نحن استقبلنا 3 مليون ونيف نسمة، ومنهم طبعا الشباب الجامعيين ممكن بالمئات آلاف. الآن في جامعات تركيا الأبواب مفتوحة تماما للإخوة السوريين، للشباب السوريين، والتساهل إلى أقصى الحد. الدراسات العليا، مؤسسة الدراسات العليا أو ما نقول الوزارة للدراسات العليا، تساهلت كثيرا مع الإخوة السوريين. أنا كرئيس جامعة حكومية على شرق البلاد هكذا طلبوا منا أنقرة. عندما يأتي الطالب السوري الأوراق الموجودة بيده اقبلوه وسجلوه على ما كانت، مهما كانت الأمور، وما فتشنا على أوراقه ولا سألناه. من قضية المالية أقل شيء كان في السكن رخيص وفعلا متساهل مع الطالب السوري. اليوم أكثر من 60,000 طالب وطالبة يدرسون في الجامعات التركية الحكومية مع إمكانيات المفتوحة أمامهم، والالتحاق بالجامعة على حسب الإمكان يعني بأسهل ما يكون للسوريين. وطبعا أيضا أخذت الوزارة قرارات لأن تقبل السوريين والفلسطينيين يعني كما قلنا بأسهل شكل، وأيضا للأخوة المهاجرين الآخرين من اليمن ومصر وليبيا أيضا تساهلت الحكومة معهم. في قضية في جميع المدن اليوم أكثر أظن تقريبا في 29 مدينة و 29 جامعة حكومية في تركيا طلاب السوريين موجودين، ومعهم أيضا تقريبا 372 دكتور توظفوا في الجامعات التركية. لكن منطقيا دون ذلك صعوبات تتمثل في اللغة على سبيل المثال، توافر الشروط الدنيا في هذا الطالب حتى يلتحق بجامعة تركية
تدرس بلغة مختلفة تماماً عن التي اعتاد أن يدرس بها مثلاً. نعم تساهلنا معهم لكن هم لا يريدون الأخوة السوريين. عفواً لا تؤاخذونني. أنا فتحت 6 أقسام في جامعتي للسوريين والفلسطينيين بحثاً باللغة العربية، أمور العلوم السياسية، إدارة الأعمال، العلم الاجتماع، علم التاريخ، اللغة العربية وآدابها، والعلوم الإسلامية. هذه 6 كليات 6 أقسام تماماً باللغة العربية، وما طلبنا منهم لغة تركية ولا شيء ولا. يأتي الطالب يسجل كأنه في بلده، يدخل الجامعة ويدرس باللغة العربية، لكن يرجح اللغة الإنجليزية. هذا ما استغربناه. لماذا أخي؟ عندما يرجح الأقسام الإنجليزية لابد أن يتعلم اللغة التركية وبعد يدخل تلك الأقسام. نحن استساهلنا مع الأخوة ووضعنا لهم هذه الأقسام لأن يدخلوا بها. يأتيني الطالب لقسم التاريخ، نحن ردنا أن نسجل 30 طالب، ما سجلنا إلا 12 طالب فقط. لماذا؟ هو يرجح القسم الإنجليزي ولا يأتي بالقسم التاريخ باللغة العربية. هذه لازم نوعي أولادنا. هل عند الهجرة أتوا إلى بلد لينسون لغاتهم؟ لا. طيب أولا حتى لا نشرد كثيرا عن المحور الذي نحن بصدد طيب الحديث عنه، الجوانب المالية. الجوانب في جامعات تركيا تقصد؟ هو يفترض أن نتحدث عن كلفة إعادة إعمار الجامعات السورية في سوريا، في داخل سوريا نفسها. طبعا هذا شيء آخر وشيء هذا مديد بعد الحرب. الحرب كم سنة سيستمر؟ متى تكون الهدنة؟ متى يكون الصلح؟ هذا شيء بعد انتهاء الحرب. لا يعني لكم خبرة في مسألة إنشاء الجامعات أو نعم. إدارة الجامعات. نعم. كم من السكان يعيشون في هذا البلد أو في هذه القرية أو في هذه المحافظة من المحافظات المحررة أو البلدان المحررة داخل سوريا يحتاجون إلى كم جامعة مثلا؟ وكل جامعة تكلفتها كم في المتوسط؟ يعني لن نقول مثلا في جامعات تكلف 50 مليار مثلا أو يعني أرقام فلكية في بعض البلدان العربية تتكلفها الجامعات إنشاء الجامعات الجديدة، وفي جامعات تحتاج إلى أقل من ذلك بكثير. يعني الحد الأدنى الذي نحتاجه من الأموال لإعادة إعمار هذا القطاع. هذه فرضيات لا تؤاخذونني. أنا أعتقد أن بلاد الشام وبغداد خاضت في التاريخ حروب عظيمة وتلم جروحها بسرعة. عندما تتلمم الجروح بسرعة إنشاء الجامعات، إنشاء المدارس، هذا يكون سهلا في يد الأمة بإذن الله في المستقبل. يعني الآن نفرض أقول يعني حتى ننشئ جامعات نحتاج إلى 20 مليار دولار هكذا. هذا فرضيات أخي لا نركز عليها، ما في داعي نركز عليها لأن نحرك أذهان الناس في على الأقل في طريق غلط. حتى نستميل أعضاء هيئة التدريس يدرسون لهؤلاء، ما الذي يغري الدكتور الجامعي أو الأستاذ الجامعي أن نعم. يترك فرصة مثلا في فرنسا أو يترك فرصة في إيطاليا أو يترك فرصة في إحدى الدول العربية ثم يأتي إلى داخل سوريا المناطق المحررة لكي يدرس للطلاب الجامعيين فيها؟ أريد أسأل شيء. طبعاً الحس الوطني هذا يعني في نعم. فوق العين والرأس، لكن هو يحتاج إلى أموال لكي يعيش. يعني نحن الأخ المواطن أي بلد كان يعني هو سيحسب أنا أخذ الراتب في فرنسا كذا وفي سوريا يعطوني كذا، يعني هذا نريد نقول؟ لا. إذا هو مواطن، إذا هو حب عنده حب الوطن حب الأرض، هو لازم يترك بلاد الغرب تماماً مهما من أي بلد كان، يترك بلاد الغرب ويأتي إلى بلده وينشئ الجامعات. عنده خبرة هناك، درس في جامعات أوروبية وجامعات تركية. عندما يرجع إلى وطنه يكون تأسيس الجامعات بسهولة جدا. يعني قضية تركزون على القضية المالية، أخي المال متوفر عندنا الحمد لله. خلي ينتهي الحرب، خلي تنتهي نؤسس الجامعات، المال موجود في البلاد الخليج والسوريين أيضا، السوريين عندهم أموال. يعني دكتور ما نعم. تقوله أو
من ترحاب من الجامعات التركية للطلاب السوريين، هذا يعني أنك تحثهم على مغادرة أراضيهم في سوريا والذهاب إلى تركيا. تركيا ليست في وارد استقبال المزيد من اللاجئين إلا بصعوبة شديدة. أنا لحظة هل هناك إمكانية؟ اسمح لي دقيقة. هذا غلط، هذا أولا. نحن يعني نقول للناس تهجروا تعالوا إلى تركيا، لا، الآن هم ضيوفنا، عندما يكونون ضيوفنا نحطهم على رأسنا، ندرسهم بأحسن شكل، بأسهل شكل. طيب، من لم يتمكن من الخروج من سوريا، هل هناك إمكانية لفتح فروع للجامعات التركية داخل سوريا؟ طبعا. الجامعات العربية، تكلمنا مع الأخ رئيس العطاء، إن شاء الله في أقرب وقت سنجلس معه ونفتح فروع لجامعة ماردين أرطغرل في جربلس. هذه هي النقطة التي نعم نفتح فروع هناك ونتساهل معهم، تكون الدراسة هناك، والأساتذة من الأخوة السوريين، من الدكاترة السوريين، والشهادة منا. لكن نرسل المشرفون إلى جربلس أو إلى إدلب وإلى الباب، وإن شاء الله إلى في المستقبل إلى المدن الأخرى من جامعتنا، نرسل مشرفون يفحصون ينظرون للأمور، الاختبارات إذا كانت فعلا هي منتظمة ما في مشاكل، وتكون على الأسس الجامعية السورية أيضا، نحن هذا نريد، علمي أكاديمي إذا كانت تكفينا، وكما قلنا التعليم والأساتذة والطلاب في سوريا والشهادة من جامعتنا. يعني أعتبر هذا وعد حصلنا عليها. هذا وعد، وهذا أنا أخذت رخصة من من أنقرة على أن أقوم بهذه بمنح هذه الشهادات. والآن في تركيا تقريبا 372 دكتور في جميع جامعات تركيا، في تقريبا 200 جامعة، من هذه 372 57 أستاذ عندنا نحن في جامعة ماردين دكتور أو عنده ماجستير أو أستاذ. الآن أيضا في جامعات غازي عنتاب، في جامعة إسبارتا، في جامعة أنطاكيا، في سامسون، في إسطنبول، بالآلاف الطلاب في هذه الجامعات، وإدارة الجامعات تتساهل معهم. قبل أسبوع يعني نحن خميس الماضي قبل أسبوع كنا في أنطاكيا مع رئيس التعليم العالي و47 رئيس جامعة، وأيضا من الوزارة، من وزارة التعليم الممثلون كانوا موجودين، يومين كاملين درسنا الأمور، الطلاب والأساتذة السوريين كيف سيكون وضعهم، كيف نتعامل معهم، كيف نتساهل معهم، كيف نريحهم للطلاب والأساتذة في دراستهم وفي سكنهم وإلى آخره. هذا يومين كاملين تركيا 47 رئيس جامعة تكلم فيه، والحمد لله أخذنا عدة قرارات، والآن لدينا تقريبا 1000 سيرة ذاتية للدكاترة والأساتذة السوريين والمشايخ. الآن شؤون الديانة تتفكر كيف توظف هؤلاء المشايخ، ووزارة التعليم والجامعات يتفكرون كيف يوظفون الدكاترة السوريين في الجامعات الأخرى. الآن 372 فقط، وهذا رقم قليل، لدينا أكثر من 1000 سيرة ذاتية، ورئيس الجمهورية هكذا أرسل رسالة شفهية لرئيس التعليم العالي، قال له عندكم 1000 دكتور سوري، وزعوا عندكم 110 جامعة، على كل جامعة وزعوا 10 دكاترة سوريين وينتهي الأمر، كلهم يحصلون على عمل ونستفيد منهم. وأنا كان لي حلم، كنت قبل سنوات أقول كيف نعلم من أبناء تركيا 10 مليون تركي يتكلم باللغة العربية، هذا كان حلمي أنا، والله عز وجل سهل أمورنا في هذا المجال. طبعا لا نريد الشر، لكن بعد أزمة سوريا أتونا هؤلاء الأساتذة، ومنذ 6 سنوات يعلمون أبناءنا اللغة العربية ونحن نعلم أبنائهم اللغة التركية، هذا أيضا فرصة لنا لتعليم أبناء البلد، أبناء تركيا، تعليم اللغة العربية. الله عز وجل أرسلهم علينا ليعلمونا هم الأخوة السوريون العلماء، ليعلمونا أولادنا في تركيا لغة الوحي. وقضية التسجيل، جاءتنا بعض الشكايات،
قالوا الشهادة هذه والله مزورة وعملوها هكذا في تركيا وكلها يعني ليس صحيحة. فسألنا للوزارة قالوا نحن نحكم بالظواهر، نحن نحكم بالظواهر، يا رؤساء الجامعات احكموا بالظواهر وتساهلوا مع هؤلاء الطلاب، ايش اوراق ياتيكم بها سجلوه، اذا كانت اوراق ويدل على انه خرج بالثانويه خلاص ما عندنا مشكله. لماذا؟ نحن لا نريد ابناء السوريين المهاجرون ان يبقون في الشوارع، اذا بقوا في الشوارع هكذا كارثه علينا وعلى الاخوه السوريين. نريد ان يلتموا ينتسبوا الى الجامعات ويدرسوا ويتثقفوا ويفيدوا شعبهم. اشكرك شكرا جزيلا. نعم. دكتور احمد اغي رقجة. الان موعدنا مع المحور الرابع، امكانيه التوسع في انشاء الجامعات والمعاهد العليا داخل سوريا، وسؤالنا للاستاذ عزام خنجي. يعني في 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 برزنتيشن في طيب تفضلوا بعدين نبقى نباشر الاسئله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه اود ان اتوجه بالشكر للاخوه في جمعيه عطاء الذين يشكلون حاله مضيئه في ليلنا السوري الطويل. لا شك اخوتنا الكرام ان موضوع التعليم يشكل رافعه حضاريه للأمم، فما من دولة أو أمة كان التعليم فيها على مستوى عال إلا ارتفع قدر هذه الأمة وبلغت يعني أماكن عالية تستحق الاحترام، وما من أمة أهملت التعليم إلا انحدرت قيمتها لهذه الأمة. لا يخفى علينا جميعا الحالة الكارثية التي يعيشها أبناؤنا في الداخل، الكارثة التعليمية التي نعيشها اليوم، التي يعيشها أبناؤنا، طلابنا، مدرسونا، هي من أشد الكوارث في هذا العصر. كلنا نعلم أن هناك 3 ملايين طفل سوري خارج مقاعد الدراسة في التعليم دون الجامعي. أما في التعليم الجامعي فهناك أعداد وإحصائيات مختلفة تختلف من إحصائية لأخرى، أدناها أن هناك 160 ألف طالب سوري في المرحلة الجامعية منقطعين عن التعليم. أيها الإخوة، إن هذا الطالب الجامعي أو الطالبة الجامعية هم بحق كنز وطني وثروة وطنية ينبغي ألا نفرط بها، خاصة أن هذه الشريحة العمرية في مرحلة التعليم العالي وفي مرحلة التعليم الثانوي هي أصبحت اليوم عملة نادرة. أغلب شبابنا قد توجهوا إلى سوق العمل ليقدموا لقمة العيش إلى أسرهم، فلذلك عندما يكون لدينا عدد من الشباب والشابات فيجب أن نعتني جيدا بتعليمهم وتدريبهم. لا شك أن التعليم العالي في ظل النظام البائد شهد انتهاكات كثيرة، لن نتكلم عن الاعتقالات التعسفية والعشوائية لأن هناك أشياء أكثر بكثير من هذا الأمر. عندما نقول اعتقالات نقزم حالة الانتهاكات التي مرت بطلبتنا الجامعيين وأساتذتنا الجامعيين. وصلت الانتهاكات أنه في عام 2012 أن يقصف طيران النظام جامعة حلب بصاروخين يصيبا كلية الهندسة المعمارية والمدينة الجامعية ويرتقي عدد كبير من الطلبة السوريين شهداء وجرحى. طبعا تعلمون جميعا هذه الحالة المزرية من الانتهاكات. يبدو أن هناك خلل. طيب، يعاني التعليم العالي في كافة الجامعات السورية من نقص كبير في الكادر التدريسي بسبب الهجرة والاعتقال والطرد من الجامعات. طبعا تعلمون كوادرنا التدريسية كما تفضل الدكتور منذ قليل تشتتت في كافة أرجاء المعمورة من القارة الأوروبية والقارة الأمريكية وكثير من الدول الأخرى، وابتعدت بسبب
يعني عدم وجود فرص عمل وتهديد الاعتقال والقتل. أنا أعرف أساتذة جامعيين أيها الإخوة عملوا كعمال بناء في الداخل السوري وفي تركيا وفي لبنان وفي الأردن لأنهم لم يجدوا فرص عمل مع انطلاقة الثورة السورية. طبعاً قد يكون حال الأستاذ الجامعي وطالب الجامعي السوري في تركيا هو الأحسن حالاً على الإطلاق، كما تفضل الدكتور هناك 392 أكاديمياً سورياً قد وجدوا فرص عمل في تركيا، هناك 15,000 طالب سوري من أصل 100,000 طالب أجنبي في تركيا وجدوا فرص عمل، بينهم 1,149 طالب في مرحلة الماجستير و352 طالب في مرحلة الدكتوراه. طبعاً 3,000 طالب تلقوا منحة جامعية في تركيا. أما في الداخل السوري، وأنا كنت أعمل سابقاً في التعليم دون الجامعي والإشراف على الامتحانات، كان كل الطلبة في المرحلة الثانوية يقولون أستاذنا الكريم أمنتم لنا امتحان الشهادة الثانوية، ماذا نستفيد من هذه الشهادة الثانوية إذا لم يكن هناك جامعات تساعدنا على استمرار العملية التعليمية؟ فكان الكثير منهم يحجم عن متابعة دراستي بسبب هذا الأمر. لنتكلم قليلاً عن واقع التعليم الجامعي في المناطق المحررة. حالياً يوجد 3 جامعات، الجامعة الأولى هي جامعة حلب في المناطق المحررة كما تفضل الدكتور عبد القادر وشرح آنفاً، وهي جامعة حكومية، وجامعة إدلب في مدينة إدلب، وجامعة الشام العالمية في منطقة درع الفرات، وهناك عدد آخر من الكليات التابعة لجامعات خاصة وهي مشاريع ربحية باستثناء طبعاً الجامعات الثلاثة الأولى. جامعة إدلب فيها عدد من الكليات ككلية الطب البشري والصيدلة وكلية الهندسة بفروع مختلفة، كلية العلوم، الشريعة، العلوم الإدارية، الطب البيطري والتربية والآداب وعدد آخر من المعاهد. طبعاً كما أسلفت آنفاً أن جامعة إدلب يعني نطاق عملها الجغرافي فقط في مدينة إدلب، وهي تتبع للإدارة المدنية لمدينة إدلب. جامعة الشام العالمية وفيها 4 فروع رئيسية، الإدارة والاقتصاد، الشريعة والقانون، العلوم السياسية، الهندسة بفروعها 4 مدنية، معلوماتية، كيميائية، فيزيائية، تقع قرب مدينة أعزاز وهي ممولة من منظمة الإهاها التركية، ويبلغ عدد المقاعد فيها 600 مقعد. طبعاً جامعة إدلب يبلغ عدد الطلاب تقريباً 2500 طالب. جامعة حلب في المناطق المحررة وهي ثمرة شراكة بين وزارة التعليم في الحكومة السورية المؤقتة ومؤسسة تعليم بلا حدود مداد. طبعاً مؤسسة تعليم بلا حدود مداد هي الممول الرئيسي لجامعة حلب في المناطق المحررة. تشكلت بداية لجنة عليا اسمها اللجنة العليا لإدارة وتشغيل جامعة حلب، تتألف من 12 عضواً أغلبهم من الأساتذة الجامعيين المنشقين عن النظام، وانطلقوا في العمل. وحقيقة هؤلاء الأساتذة الجامعيين ترفع لهم القبعة وننحني لهم احتراماً كونهم حقيقة قاموا بعمل جبار في إنشاء هذا العمل الرائع الرائد. طبعاً أحرصوا بداية قاموا بدراسات إحصائية لأعداد الطلاب الذين تخرجوا من الشهادة الثانوية التي كانت تقيمها الحكومة السورية المؤقتة. في عام 2013 كان هناك أقل من 4,000 طالب سوري بقليل حصلوا على الشهادة الثانوية. في العام 2014 تجاوزوا 4,000 بقليل. في 2015 وصلوا قرابة 6,000. في عام 2016 بلغوا 8,328 طالب. هذه الامتحانات، امتحانات البكالوريا، كانت تجري في وقت واحد وبأسئلة موحدة في الداخل السوري المحرر في كافة المحافظات السورية، في لبنان، في الأردن، وفي تركيا فقط في العامين 2013 و2014. وكانت هذه الامتحانات حقيقة تجري في حالة مقبولة جداً من النزاهة والشفافية، حتى أن بعض المدرسين قالوا لنا من أصحاب الخبرة الطويلة هذه أول سنة في 2013
نمر على امتحانات لا نجبر فيها على مساعدة ابن المسؤول الفلاني أو ابن المسؤول الفلاني. طبعاً بعد أعمال الدراسات الإحصائية حددت المناطق بناءً على وحددت الفروع الجامعية بناءً على توفر الكادر التدريسي والكليات التي تحتاجها كل منطقة، وقاموا بترميم المباني وتجهيز المخابر وثم إجراء عمليات المفاضلة. هناك 5 فروع في 5 محافظات: حلب، حمص، درعا، ريف دمشق، إدلب أو ريف إدلب. طبعاً توزع الكليات، هناك 6 كليات في محافظة حلب يداوم فيها حوالي 203 طلاب. في محافظة إدلب هناك قرابة 1800 طالب يداومون في 21 كلية في محافظة إدلب. تتنوع الكليات من الطب البشري إلى الهندسة المعلوماتية إلى طب الأسنان والحقوق والعلوم والآداب والتربية، وهناك أيضاً عدد آخر من المعاهد. وهذه بعض الصور. طبعاً هذه الصور أيها الإخوة ليست صور خارج سوريا، وإنما هي صور حقيقية من داخل سوريا، لأنها شيء نفتخر به جميعاً أن نتمكن من تحقيق هذا الإنجاز. في محافظة حمص هناك قرابة 800 طالب، في محافظة دمشق أيضاً ريف دمشق المحاصر هناك أيضاً في حمص 600 طالب، في ريف دمشق 800 طالب، وفي درعا قرابة 500 طالب. في هذه المحافظات السورية حقيقة يقوم أساتذة جامعيون بتدريس التدريس الفيزيائي، يستخدمون أيضا أحيانا شيء من التدريس الإلكتروني للتعليم عن بعد. تمكننا من عقد بعض الاتفاقيات مع جامعات دولية للتدريس الافتراضي في الاختصاصات التي لم يتوفر فيها أساتذة. سأتوقف هنا احتراما لرغبة الأستاذ. شكرا أستاذ محمود. وفي الحقيقة احنا استثنينا هذا العرض من الوقت الذي كان مخصصا له نظرا لثراء المادة في الحقيقة التي عرضتها، لكن لن نستطيع ان نلم كل تفاصيل المشهد في الداخل. هناك سؤالان مرتبطان بهذا العرض المشكور. مسألة إغراء المواطن السوري في الداخل على الالتحاق بالتعليم الجامعي والتعليم العالي وإقناعه بأن هذا الأمر ليس ترفا، هو يماثل بل وربما يفوق رحلة البحث عن الطعام والشراب والمأوى. مسألة البحث عن بلا تعليم بلا علم ليس هناك مستقبل. ربما الطعام والشراب حاجات أنية لكي يقيم حياة الفرد، لكن مستقبل الدولة متعلق ومتوقف على مسألة التعليم العالي والجامعي. كيف أقنعتم أو هل هناك مساع لإقناع المواطن السوري بهذه الرؤية؟ نحن لم نقنعهم حقيقة، هم الذين كانوا يتابعون بحثا عن إنشاء جامعة. كما قلت لكم في 2013 و2014 كان الطلبة الجامعيون تواقون لافتتاح مثل هذه الجامعات. صحيح أن أغلب الطلبة في هذه المرحلة العمرية التحقوا في سوق العمل كما قلت، وكثير منهم التحق في الفصائل العسكرية وشيء من هذا القبيل، فأصبحت هذه الشريحة قليلة، لكن هذه الشريحة موجودة وهي دائما كانت تتابعنا من أجل افتتاح هذه الكليات. طيب، النقطة الثانية التي تستتبع هذا، هذه يعني هذا الجهد مشكور نعم، لكنه غير كافي بالنسبة للأعداد الموجودة في الداخل. ما هي فرص التوسع في إنشاء الجامعات والكليات المطلوب تخصصاتها؟ حقيقة العقبة الكبرى في إنشاء الجامعات الجديدة هي عدم توفر الكوادر التدريسية في الداخل. يعني كما قلنا سابقا هناك مناطق محاصرة، نحن تكلمنا كثيرا عن الشمال وأهملنا جنوب سوريا. يعني في ريف دمشق على سبيل المثال كان هناك أعمدة العمل الطبي 16 طبيب، استشهد منهم مؤخرا الدكتور نبيل دعاس رحمه الله فبقوا 15 طبيبا. هؤلاء الأطباء يحاولون نقل خبرتهم وتجربتهم الطويلة لغيرهم من الطلاب. فنحن عندما يتوفر الكادر التدريسي قطعا سيكون هناك افتتاح لفروع جديدة. لا نستطيع أن نفتتح فرع بدون وجود كادر تدريسي. كذلك الأمر في منطقة في محافظة درعا
والكنيطرة في منطقة ريف حمص، الكثير من الطلاب يريدون أن يكون هناك فروع جامعية، لكن حقيقة الكادر التدريسي هو العائق الأكبر. طبعا هناك عوائق أخرى مالية، عملية الانتقال من منطقة إلى منطقة تشكل مشكلة كبيرة. لذلك إذا لاحظتم في جامعة حلب فهي موجودة على معظم الأراضي السورية في مناطق متعددة، حتى عندما نقول أنها مثلا في محافظة إدلب فهي ليست في موقع واحد، تم تنويع المواقع في أماكن كثيرة، وكثير منها هي عبارة عن أقبية حماية وبحثا عن أمن هؤلاء الطلاب. فهناك مشكلة حقيقية في عملية الانتقال، وخاصة بالنسبة للطالبات. الكثير من الأهالي لا يرسلون بناتهم لمنطقة أخرى للالتحاق بالجامعة. شكرا جزيلا لك الأستاذ عزام خنجي، شكرا لك على هذه المشاركة. الحضور الكريم، إن كان هناك تساؤل تودون أن تطرحوه على ضيوفنا. طيب نبدأ من بالقريب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليد الجار الله من رحمة العالمية. حقيقة نشكر عطاء على تنظيم هذا المعرض أو هذا اللقاء. صراحة هي يعني ما شاء الله يعني اختارت تشكيلة كبيرة من المختصين. اللي أحب أوضع رسالة، هنالك في حماس عند الأخوة من سوريا في التمسك في ما عندهم في الأرض، إنشاء الجامعات والتعليم، وهذا شيء طيب. ولكن الرسالة اللي أحب أوجهها، هناك في إمكانيات كبيرة موجودة في تركيا من جامعات ومن معاهد، فلو يكون هناك الترتيب والتنسيق بينها، يعني الحماس الموجود في الأخوة الأتراك مع الإمكانيات الموجودة عندهم والأخوة السوريين، استفادة كبيرة، يكون هم قطعوا شوط كبير في إنجاز كثير من الأعمال. ما تفضل فيه الدكتور أحمد عن إمكانياتهم في الجامعات ورغبتهم في استقبال الطلبة السوريين، وكذلك الأخ عبد القادر في شكواه في الإمكانيات وما يحتاجه، أتوقع لو يكون هناك التنسيق والتكامل كبير يعني يستفيدون كثيرا من ما يقدمونه. وأنا كنت بقترح ما تفضل به الدكتور أحمد، ولكن الحمد لله جزاه الله خير، هو سبق الفكرة وإمكانية فتح أفرع جامعات في المناطق المحررة، فهذا جهد يشكرون عليه كحكومة تركية، ويظهر للعيان أن تركيا جدا يعني منفتحة كبير على فتح كبير على سوريا في التعاون معهم في مجالات كثيرة. فالاستفادة الكبيرة من الأخوة السوريين في جميع الجمعيات من القدرة التركية، هذا يعني يقطع عليهم شوط كبير في إمكانياتهم. شكرا جزيلا لك. بقيت مسألة التنسيق، يعني هو الدكتور تناول بالفعل مسبقا هذه النقطة، مسألة الخبرات التركية والاستفادة منها. بقيت مسألة التنسيق، هذا سؤال سنسمع الإجابة عنه، لكن سؤال ثاني. أسعد الأسعد، هيئة ساعد الخيرية. بداية اسمحوا لي أن أشكر الدكتور أحمد، يعني لأنه كان حقيقة كانت جامعته من المبادرين، ومن خلاله أشكر الحكومة التركية على رعايتها للتعليم بشكل عام. هناك مشكلة، سؤالين. السؤال الأول أنه تحت ضغط الحاجة وقبل أن تتاح فرصة التعلم في المنشآت التركية، بادرت كثير من المنظمات ومنها منظمتنا إلى فتح معاهد لمدة سنتين لدراسة العلوم الشرعية، وهناك آخرون فتحوا معاهد لتعليم لإعداد المعلمين والمعلمات، ومعهد آخر لإعداد الممرضين أو المعالجين الفيزيائيين. سؤالي، ما هي فرصة وجود توأمة بين هذه المعاهد وجامعتكم الموقرة وإمكانية الحصول على إشراف علمي وشهادة؟ السؤال الثاني، هناك كثير يعني هذا السؤال الأول لمن تحديدا؟ للدكتور أحمد. للدكتور أحمد، نعم. السؤال الثاني أيضا له، ما هي فرصة إكمال الطلبة السوريين الذين وصلوا
إلى المرحلة النهائية أو توسطوا في تعليمهم في جامعتكم أيضا أو الجامعات التركية الأخرى. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا لك. هذا الجانب في سؤال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. إبراهيم البدر من جمعية النجاة الخيرية من الكويت. شاكر لك وشاكر لضيوفك الكرماء وشكرا لإعطاء على هذا المؤتمر الراغب والمميز. بالنسبة للتعليم حقيقة في نقطة أتمنى أن يعني لو كانت متطرقة أو متطرق لها أكثر، وهو في ظل الأوضاع وفي ظل الأزمات التعليم المفتوح أو التعليم أونلاين، التعليم الإنترنت، يعني التعليم أقصد كتعليم جامعي وتعليم ماجستير ودكتوراه، لكن هو التعليم المفتوح شتى البلدان ممكن يقدر يتعلم في الجامعة سواء كانت عند في الجامعات فيها ضيوفك أو أخرى. هناك عدة جامعات اليوم لكن بسيطة جداً تتبنى التعليم المفتوح، يمكن بحكم عملي في الجمعية التقيت في أكثر من جامعة من هذه الجامعات، لكن أتمنى يعني كنت أتمنى لو تم التطرق لها أكثر بجامعات على الأونلاين، جامعة في التعليم المفتوح في مستوى الدراسات كانت جامعية أو دراسة عليا، وأيضا بالاعتراف بشهاداتهم كانت في تركيا أو خارج تركيا. كنت أتمنى التطرق لهذا المشروع. بس وإحنا تطرقنا لهذا الأمر، أنا طرحت سؤال على أحد المتداخلين في الحقيقة، لكن أوضح أن في شروط لمسألة التعليم عبر الإنترنت ولابد من الحضور الجسدي أو المشاهدة 50% تقريبا، خصوصا أنه بعض الكوريين ربما تتاح الفرصة لإجابة هذا السؤال. شكرا جزيلا لك. تفضل. إسماعيل جداع من إدارة عطاء. أعتقد أن هناك نقصا في هذا المحور وهو عن التعليم عبر الانترنت، ولدينا تجربة ثرية جدا في سوريا من خلال جامعة رشد، ورئيس جامعة رشد حاليا معنا، أتمنى أن تتاح له الفرصة للحديث، لأن جامعة ناشئة جامعة رشد وفيها حاليا أكثر من 1500 طالب، وأعتقد أنها بحاجة إلى حديث حول التعليم عن بعد، ضروري جدا لإكمال هذا المحور. شكرا لك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للفرصة لإعطاء جامعة رشد أن تقدم نبذة عن صوت لو تكرم صوت أن تقدم نبذة عن أدائها في السنوات الخمس الماضية. جامعة رشد الافتراضية أسست بعام 2012 وكانت تقريبا أول مبادرة سورية في المنطقة. عدد الطلبة الآن في جامعة رشد تجاوز 1900 طالب، منهم 1500 داخل سوريا في المناطق المحاصرة في الوعر، في الغوطة، في درعا، في حلب، في إدلب. نقدم في جامعة رشد دبلومات لمدة 18 شهر في البيزنس أدمينستريشن باللغة الإنجليزية، في العلوم السياسية باللغة العربية، ومؤخرا قبل شهر أطلقنا برنامج متميز جدا اسمه بكالوريوس الإدارة الحكومية لمدة 4 سنوات. أبواب التسجيل مفتوحة وهي تقريبا مجانية، يعني برسوم رمزية جدا، $100 و$200 لفترة البرنامج كاملا. داخل سوريا لا نتقاضى أجر، التعليم كله مجانا. أنا أعتقد أن تجربة رشد تثبت أن التعليم الافتراضي، التعليم الأونلاين يعني virtual learning، فعال، إذ أنه تجاوز الحدود وكسر الحصار واخترق كل العقبات التي كان يضعها النظام في وجه الشعب السوري ليتعلم، وهي فرصة متوفرة. نحن في رشد مستعدون أن ننقل هذه التجربة لأي جهة ضمن الحكومة. لكن كما ذكرنا بقيت مسألة الاعتراف أو عدم الاعتراف بهذه نعم الشهادة. بالنسبة للاعتراف تعاملنا مع جامعة آسيا العالمية في ماليزيا، فجامعة آسيا العالمية في ماليزيا تشرف علينا أكاديميا ونصدر شهاداتنا من رشد ومن جامعة آسيا العالمية. أنا أنتهز هذه الفرصة لأطلب من أخي الدكتور أحمد أن يكون عونا لنا في أن يشرف على جامعة رشد ويشرف على هكذا مشاريع، وأن إذا في مجال أن نصدر شهاداتنا من جامعته الموقرة إذا كان بتكرم علينا بهذا. بارك الله فيكم. شكرا لك.
شكرا. هل بقيت أسئلة؟ شكرا جزيلا للسادة الحضور. الدكتور أحمد وجهت إليه أو وجه إليه نصيب الأسد من الأسئلة، تفضل. مفتوح. أشكر الأخوة على هذه الأسئلة وفتحت لنا الطريق. أولا، منذ بداية الأزمة السورية فقد أتوني إخوة كثرة كثرة وطلبوا منا أن يؤسسون هنا جامعات في تركيا، في إسطنبول خاصة، لكن هم في البداية منهم من أراد أن يتجر بهذا الطريق وكان عندهم أموال كثرة، فقلت لهم أخي الآن تأتون وتؤسس هنا أوقاف في تركيا وهذه الأوقاف تؤسس جامعات، الوقف لازم يكون خيري ونصفه أقل شيء 40% تركي، هذا الوقف يعني يكون من المواطنين الأتراك 40%. فمنهم من رأى هذه يعني ليس تجارة، ومن الأخوة أهل الخير وأهل النية الصافية أرادوا أن يؤسسوا معاهد كما ذكر الأخ، عفوا نسيت اسم نعم أخ الدكتور أسعد أخي، منهم فعلا من أسس معاهد لخدمة الجالية العربية هنا. أيضا هذه المعاهد كيف نربطها سأل الأخ نربطها بجامعات تركية؟ نحن عملنا اتفاقية ولو شفهيا مع الجامعة العالمية للتجديد مع الأخ الدكتور جمال عبد الستار، وأيضا هم متفقون لهم اتفاقية مع ماليزيا هنا في إسطنبول عندهم مكان ويدرسوا الطلاب في هذه المعاهد هنا، يأتون في أيام الاختبار يأتون إلى جامعتنا إلى ماردين في السنة 4 مرات، وهناك نهيئ لهم جميع الإمكانيات بدراهم بخس شيء يعني بأشياء بسيطة في السنة 4 مرات، يأتون من هؤلاء المعاهد يختبرون ويرجعون، هذا طبعا يستمر 4 سنوات، بعد ال4 سنوات سيأخذون يحصلون على شهادة عالمية معترف بها في جميع العالم، جامعة ماردين أرطغرل والحمد لله فعلا جامعة لها اعتبار في جميع العالم. شيء آخر، نحن ما نقبض من هؤلاء الطلاب في السنة $150 فقط، يعني أرخص من ما نقبضه، أقل مما نقبضه من الأبناء الأتراك من طلاب الأتراك. الشيء الآخر، قضية الأخوة الذين أتوا هم درسوا نقول في سوريا أو في مصر، درسوا سنتين في كلياتهم وانتقلوا إلى تركيا، كثير من الجامعات طبعا فحصوا أوراقهم فرأوا البرامج، منها من توافق مع برامج تركيا ومنها من تختلف، المواد التي اتفقت عفوهم منها، عفوا الأخوة عفوا منها، على الأكثرية للأسف بدأوا من صف الأول في الكليات والقليل منهم من بدأ من صف الثاني، لأن طبعا كما قلنا هو سيمنح لك شهادة من جامعة تركية لابد أن يكون البرنامج والمواد الذي درسها تكون موافقة لدراستنا. من هذا السبب ليس الكل مثلا من أتى من السنة الثالثة وبدأ هنا في السنة الثالثة والرابعة، لا هذا كان يصعب علينا، لكن أقل شيء القبول كان بسهولة لهم. قضية الدراسة عن بعد والأونلاين أنا لا أؤمن بها. لماذا؟ نحن هكذا ربينا، العلم يؤخذ من فم الرجال يعني من فم الأساتذة، إن لم يكن الأستاذ أمامك ويدرسك وأنت تجلس أمام الأستاذ وتأخذ من علمه وعرفانه وفهمه وخبرته وتجربته على الأونلاين، أخي والله هذا ليس علم يا دكتور. نعم. بنتحدث عن أزمة نعم. استثنائية أو وضع استثنائي نعم. طارئ ليس بهذا بالأمر صح. المعتاد لابد أن تواجهه بحلول استثنائية أيضا. في طبعا من البرنامج الأونلاين الحضور الإجباري 50% أقل شيء، وأيضا على الأستاذ على الشاشة في صبورة ذكية وهو يدرس والطلاب أيضا يتابعونه في نفس اللحظة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لكن ترسل إليه كتب اقرأ الكتب وتعال
ادرس أو خذ شهادة، يعني من الضرورة ممكن، من الضرورة، لكن نخرج خريجين جامعات ضعفاء. يعني لا نريد، طبعا نريد كما كانت في حضارتنا في ماضينا، الحضارة الإسلامية هي علمت الدنيا العلم والفهم، الحضارة التي انبثقت من بغداد ومن بيت الحكمة ومن دمشق ومن قرطبة علمت الناس، والآن أساتذتنا يتركون ويذهبون إلى باريس وإلى لندن وإلى روما يدرسون هناك. لا والله لا نرضى عليهم حتى يرجعون بكاملهم، يأتون يهتبون بالأخوة السوريين المساكين الطلاب، يترك هنا طلابه ويذهب إلى أوروبا هناك ليكسب المال ويأخذ راتب عظيم. لا أخي، ارجعوا ارجعوا واهتموا بأولادكم. من هنا رسالة إلى الأخوة الأساتذة الذين يعملون في أوروبا، لابد عليهم من الرجوع والعودة إلى بلادهم. يعني هذا هذه رسالة. دكتور مصطفى جزار، كان ليك ملاحظة تود إضافتها؟ نعم، أنا حبيت أذكر، يعني أنا هذه المؤتمر الثاني في ظرف شهر وشارك به في إسطنبول في نفس الفندق على فكرة، بالنسبة للتعليم للسوريين. أنا ألاحظ يعني أنه التركيز الأساسي هو على الداخل السوري وعلى تركيا، على الرغم من أن الحكومة التركية مشكورة تخصص جهد وأموال لا يستهان بها. طبعاً وضع الداخل السوري كارثي ولابد من العمل عليه، ولكن في بلدان الجوار الأخرى الوضع كارثي كذلك لا يجب نسيانه. ألفت نظر أخونا في جامعة رشد كذلك أنه في لبنان حسب إحصاءاتنا هناك أكثر من 3000 طالب لديه شهادة البكالوريا الائتلاف، ولا يستطيعون بحكم الأنظمة المعمول بها في لبنان الدخول إلى أي من الجامعات اللبنانية. حبذا لو نستطيع التنسيق، أنا مستعد للمساعدة والتسهيل التقريب، لحتى يعني بالإذن من الدكتور أحمد كما ذكر أخي الأستاذ محمود، هذا وضع استثنائي، لابد يعني لا يوجد حل واحد أو مقاربة واحدة، لابد من مقاربات متعددة والإحاطة بالمشروع من جميع جوانبه. يبقى سياسات يا كرام أنه في الإجمال لا نتخطى 3% إن كان في الداخل السوري أو في بلدان الجوار. ومشكلة التغذية، يعني إحجام الطلاب عن دراسة الثانوية، أنا برأيي هي المشكلة الأكبر، والموضوع سيتفاقم أكثر وأكثر في السنوات المقبلة. لابد من الحل المشكلة من الجذور. فقط في عجالة، لو في عجالة من أمري، فيما يتعلق بالتعليم عبر الإنترنت أو تطبيق فكرة التعليم المفتوح، التعليم عبر الإنترنت عندما تعرضت جامعة حلب منذ حوالي شهرين إلى هجمة شرسة، وتحديداً المنطقة التي توجد فيها جامعة حلب، طبقنا نظام التعليم المفتوح وطبقنا نظام التعليم عبر الإنترنت بالنسبة لبعض الكليات فقط. هناك كليات لا تحتمل أن تكون هناك عبر الإنترنت، كلية الطب البشري، كلية الهندسة المعلوماتية، كلية الزراعة، هناك مادة عملية تحتاج إلى تواصل بين المدرس والمخبر والطالب كذلك. طبقنا هذه الفكرة، فكرة التعليم عبر الإنترنت، ولكن من خلال ملاحظتي ورصدي للطلاب توصلت إلى نتيجة أن الطالب غير مقتنع يقينا بفكرة التعليم عبر الإنترنت، يريد أن يعيش حتى في الداخل رغم القصف رغم الدمار، يريد أن يعيش جوا جامعيا تقليديا، وبالتالي أرغموني بطريقة غير مباشرة عن العدول عن قراري على التعليم عبر الإنترنت، وبالتالي عدنا إلى التعليم التقليدي، الاتصال بين المدرس وبين الطالب مباشرة. يعني هذه الفكرة طبقناها ولكن ثبت عدم جدواها في الداخل السوري. تمام، شكرا جزيلا لكم. أشكر السادة المتحدثين في هذا المؤتمر، الدكتور مصطفى جزار مؤسس الجمعية اللبنانية لدعم البحث العلمي، والدكتور عبد القادر الشيخ رئيس جامعة حلب الحرة، والسيد عزام خنجي رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة تعليم بلا حدود مداد، والدكتور أحمد أغيا رقجة رئيس جامعة مردين. شكرا جزيلا لكم جميعا، وأشكر السادة الحضور على الحسن المتابعة والإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.